6 دقايق قلت لي ما تقلقش انا هركز لك الدنيا. الجبهات، وقلت لي انه الجيش الاسرائيلي اعلن انه الجبهه السوريه دخلت على الخط. صحيح. احنا بنتكلم يعني خلينا نتكلم عن السيناريوهات اجمالا الخاصه بالحرب. يعني حاليا الكلام الدائر في الاجهزه الامنيه الاسرائيليه وفي مراكز البحوث والفكر باعتبار انها معبره عن دوائر صنع القرار في اسرائيل ما بين اتجاهين. في اتجاه شايف او ده اللي بيروج ليه بشكل كبير انه هيحصل عمليه بريه موسعه في قطاع غزه، لكن الاختلاف حوالين شكل العملية دي، هل هتبقى اجتياح كامل ولا احنا بنتكلم عن عملية نوعية يعني في اختراق نوعي بري لي هيحصل لقطاع غزة من قبل بعض الفرق المهمة داخل الجيش الإسرائيلي، يخش يعمل على اصطياد كوادر. صحيح. إما اصطياد كوادر أو استهداف يعني بعض المنشآت الحيوية الخاصة بالفصائل الفلسطينية. أنا في تقديري الشخصي أن احنا مش هنكون قدام سيناريو اجتياح كامل لقطاع غزة لأكثر من سبب. أولا تكلفة الحرب بشكلها الحالي مكلفة جدا جدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي اللي بيعيش أزمة أصلا منذ شهور. يعني في دوائر إسرائيلية بتتكلم عن أنه تكلفة الحرب وصلت ل 4 مليار دولار خلال الأسبوع، وطبعا التكلفة دي هتزيد في حالة حدوث اجتياح بري، إضافة للخسائر اللي حاصلة في البورصة، خسائر توقف المصانع والشركات إلى آخره. صحيح. كمان احنا بنتكلم على عنصر مهم وده ينقلنا لنقطة كنا بنتكلم فيها في البداية وهي ملف الأسرى وتلويح حماس بأنه حال حدوث أي تصرف عدواني من قبل إسرائيل فهيتم استخدام الجنود الإسرائيليين الأسرى كدرع بشري. طبعا ده ملف مهم جدا جدا بالنسبة لإسرائيل وبيؤرق صناع القرار في إسرائيل بسبب ضغوط الرأي العام الإسرائيلي على الحكومة في هذا الصدد. كمان احنا بنتكلم عن في حالة الاجتياح البري ممكن يبقى عندنا هيبقى في سؤال منطقي، طب رد الفصائل المقاومة هيكون ازاي؟ احنا هنا في تقدير الشخص ان المؤشرات الحالية بتقول ان احنا هنكون قدام فتح اكثر من جبهة، هتتفتح الجبهة اللبنانية، ممكن يحصل تصعيد كمان من الجبهة السورية، والأهم كمان أنه الفصائل الفلسطينية بقالها يومين مع تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة بتدعو لي نفير عام وانتفاضات جديدة في الداخل المحتل وفي الضفة. وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن أن إسرائيل حال إقدامها على السيناريو ده هيبقى في خسارة كبيرة جدا جدا على كل المستويات وتكلفة كبيرة، ولذلك أنا برجح سيناريو أنه يحصل عمليات نوعية داخل قطاع غزة مش اجتياح كامل. طيب ده كده وصلنا لحد الحتة دي ودي يمكن مآلات متوقعة. صحيح. إذن أمد الحرب يستمر إلى متى؟ الحقيقة يعني في الحالات اللي زي دي هي مش معادلة رياضية ممكن نتوقع فيها، لكن طبقا لكن نشوف قدرة إسرائيل تقعد كم أسبوع، لكن المؤشرات الحالية أن احنا مش هن أنه الحرب دي مش هتنتهي على المدى القريب اللي هو خلال أسابيع، ممكن تمتد لأكتر من كده، لكن الأهم في تقديري هو أنه في بعض المحددات اللي ممكن تبقى حاكمة للأزمة دي أو لسؤال الأزمة دي هتنتهي إمتى أو التصعيد الحالي هينتهي إمتى، منها مثلا الداخل الإسرائيلي، اعتبارات مرتبطة بالداخل الإسرائيلي نفسه، هل حكومة نتنياهو هتقدر تتحمل الضغوط المفروضة عليها من الداخل الإسرائيلي؟ احنا عندنا الراصد للإعلام الإسرائيلي في الأيام الماضية هيجد هجمة شرسة على الأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية في إسرائيل، عندنا أسر المفقودين أو الأسرى من الجانب الإسرائيلي في ضغوط كبيرة على الحكومة بسبب هذا الملف. عندنا كمان محدد تاني ممكن يحكم مسار الأزمة اللي هو التدخلات الإقليمية والدولية اللي بتستهدف يعني معالجة الأزمة وحلها، وده ممكن ينقلنا كمان للكلام عن الدور المصري باعتبار أنه دور مصر مركزي ومحوري مش بس اليوم ده، منذ عقود الشاهد التاريخية بتقول أنه الدور المصري هو الدور الأهم والمحوري في الملف الفلسطيني على كثرة التدخلات فيه. يعني كان صفقات أسرى عديدة تمت برعاية مصرية، الحرب الأخيرة نفسها اللي في مايو 2021 تم إنهائها بعد 11 يوم تقريبا من اندلاعها،
يعني بفعل الوساطة المصرية في ذلك الوقت. وكمان يعني مصر ما اقتصرتش على فكرة أنه التوسط أو التواصل مع الطرفين والضغط عليهما عشان نعمل هدنة أو تسوية شاملة لهذا التصعيد، لا، مصر كمان تعاملت مع الموضوع بمنظور شامل وانتقلت للملف التنموي اللي هو كان متجسد في موضوع إعادة الإعمار. ونفس المشهد بيتكرر النهاردة حتى ولو بشكل مبكر من خلال تأكيدات السيد الرئيس النهاردة على فكرة ضرورة إيصال المساعدات لغزة، وأن مصر بدأت تتحرك في هذا الاتجاه بالفعل، وتأكيد وزير الخارجية نفسه في مباحثاته مع نظيره الإيراني على نفس المعنى.